بسم الله القدس الإله الواحد آمين. كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بالظاهر تقدم القداس الإلهي للقديس غريغوريوس الناطق بالإلهيات، يقوم بالأداء الأب القس ساويرس مرقس كاهن الكنيسة، ويشترك معه فريق من قورش السمامسة بقيادة المرتل إبراهيم عياد، وذلك في يوم الاثنين من شهر يوليو سنة 1984 ميلادية، الموافق 25 بأونة 1700 للشهداء، في مناسبة صوم الآباء الرسل الأطهار. الرب يجعله نورا لسبيلنا وسراج لأرجلنا، ونتمتع بالروحيات ونسمو إلى السمائيات. بركته المقدسة تكون معنا آمين. Oh.
تفسون بباشين بين نيم ماين بين إن ما مسيرة إن يركن باشنون السلام
الرب يحفظ ولم يقبلوكم فاخرجوا إليها
شوارعها وقولوا حتى الغبار الذي لصق بنا من مدينتكم ننقضه لكم. ولكن اعلموا هذا إنه قد اقترب منكم ملكوت الله. وأقول لكم إنه يكون لسدوما في ذلك اليوم حالة أكثر احتمالا مما لتلك المدينة. ويل لك يا كرزين ويل لك يا بيت صيدا لأنه لو صنعت فسور وصيدا القوات المصنوعة فيكما لا تابتا قديما جالستين في المسوح والرماد. ولكن صور وصيدا يكونوا لهما في الدين حالة أكثر احتمالا مما لكما. وأنت يا كفر نحوم المرتفعة إلى السماء ستهبطين إلى الهاوية الذي يسمع منكم يسمع مني والذي يرسلكم يرسلني والذي يرسلني يرسل الذي فرجع السبونا بفرح قائلين يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. فقال لهم رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء ها أنا أعطيكم سلطانا لتدوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء. ولكن لا تفرحوا بهذا أن الأرواح تخضع لكم بل افرحوا بالحري أن أسماءكم كتبت في السماوات Amen.
بأرش أنقل تلك قوة بأيد أرق النار في سكان وفي طالب وبه من شيطان يكونون شيطان يطلب الصلون نمس بإنسان ما سيتيس سبكان سامحوني وصلوا عني. وأردت أن تجدده
وترده إلى رتبته الأولى. لا بل أنت بغير استحالة تجسدت وتأنست وشبهتنا فيه كل شيء ما خلا الخطية وحدها، وصرت لنا وصيقا لدى والحاجز المتوسط نقضته، والعداوة القديمة هدمتها، وأصلحت الأرضين مع السمائين، وجعلت الاثنين واحدا، وأكملت التدبير بالجسد. وعند صعودك إلى السماوات جسديا، إذ ملأت الكل بلاهوتك، قلت لتلاميذك ورسلك القديسين: سلامي أنا أترك لكم. هذا أيضا الآن به علينا يا سيدنا، وطهرنا من كل دانة ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل شر ومن كل مكيدة ومن تذكر الشر الملبس الموت. صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية. وجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة طاهرة، لنتناول بغير انصراف في الحكم من موهبة غير المائدة السمائية. بنعمتك ومصرت بك الصالح وفعل روحك القدوس، لأنك أنت الرازق ومعطي جميع الخيرات، وأنت الذي نرسل لك إلى فوق المجد والكرامة والسجود مع بيك الصالح والروح Thank you.
Thank you.
Hey.
الذي ثبت قيام صفوف غير المتجسدين في البشر، الذي أعطى الذين على الأرض تسبيح الصرافين، اقبل منا نحن أيضا أصواتنا مع غير المرئين، احسبنا مع القوات السمائية، ولنكن نحن أيضا مع أولئك إذ قد طرحنا عنا كل أفكار الخواطر الشريرة، ونصركم بما يرسله أولئك بأصوات لا تسكت وأفواه لا تصدر، ونبارك عظما وستة أجنحة للآخرين، فبجناحين يغطون وجوههم، وباثنين يغطون أرجلهم، ويطيرون باثنين ويصرخون واحد قبالة واحد منهم، يرسلون تسبحة الغلبة والخلاص الذي لنا بصوت ممتلئ مجدا، قوم قوم
أبطلت الخطيئة في الجسد
أريتني قوة سلطاني وهبت النظر للعميان أقمت الموتى من القبور أقمت الطبيعة بالكلمات أظهرت لي تدبير تعطفك احتملت ظلم العشرار بذلت ظهرك للسياطي وخدك أهملتهما للوطن لأجلي يا سيدي لم ترد وجهك عن خزي البوصة أظهرت عظم اهتمامك بي قتلت خطيئتي بقبرك أصعدت بكورتي إلى السماء أظهرت لي على نامجيك هذا الذي تأتي فيه لتدين الأحياء والأموات وتعطي كل واحد Oh.
أقدم لك يا سيدي Ah.
القديسين ورسلك الأطهار قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا. هذا اصنعوه لذكري. ومزجت ذا من عصير الكرمة والماء وشجرة.
ذكرى نزولك على الأرض وموتك المحيي وقبرك ثلاثة أيام وقيامتك من بين الأموات وصعودك إلى السماوات وجلوسك عن يمين أبي وظهورك الثاني الآتي من السماوات المكوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفيه كل حال اسجدوا للحامل كلمات مغفرة الخطايا وحياة أبديا لمن يتناول منه للرهبان والراغبان.
طيب هللت ليروس نسكا للرهبان والراهبات يا قولها حياة صالحة للمتزوجين رحمة للتائبين صلاحا للأغنياء وداعة للفضلاء معونة للمساكين الشيوخ قوهم الذين في الحداثة يأدبهم غير تنقض افتراقات الكنيسة حل تعاظم أهل البدع ونحن كل نحسبنا في وحدانية التقوى يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أجل سلام الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية كنيسة الله هذه الكائنة من أقصى المسكونة إلى أقصاها والذين يفصلون فيها كلمة الحق باستقامة وبالأكثر بصر أركنا الأب المكرم البابا المعظم القديس إلى أنبى شنود السالي كهرتنا البابا أنبى شنود الثالث بابا بطريرك ورئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وسائر أساقفتنا الأرثوذكسية الذين رقدوا من الأساسفة والقمامسة والقسوس والشمامسة والإيبودياكونية صلوا من أجل القمامسة والقسوس والشمامسة والإب ذيقني وسبع طومات كنيستي
الوسطيين والمرتلين والقارئين والرهبان والعبار والأرامل والأيتام والنساك عن كل امتلاء كنيستك المقدسة يا إلهي المؤمنين. اذكر يا رب الذين تملكوا علينا في التقوى الذين هم الآن ميلوا صنوا من أجل ملوكنا محب المسيح اذكر يا رب إخوتنا المؤمنين الأرثوذكسيين الذين في البلاط وجميع الأجناد من أجل الإخوة المؤمنين الأرثوذكسيين الذين في البلاط وسائر الأجناد اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر الذي من السماء صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وضحيانا والذين قدموها اذكر يا رب الساكنين في الجبال والمغاير وإخوتنا الذين في السب صلوا من أجل المسبين أنعم عليهم بالعودة سالمين إلى منازلهم حضور الله بغنى وبين اذكر يا رب ضعفي انا ايضا واغفر لي خطاياي الكثيره وحيث كثر الاسم فلتكثر هناك نعمتك ومن اجل خطاياي خاصه ونجاسات قلبي لا تمنع شعبك من نعمه روحك القدوس أنا عيسون
Jai Nayanan Vinuti Ben Suti.
لأن شعبك وكنيستك يطلبون إليك وبك إلى الأبي معك طاهرين ارحمنا 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 يا الله مخلصنا ارحمنا يا الله مخلصنا ارحمنا 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 يا الله مخلصنا يا رب ارحم أنعم على شعبك بالقلب الواحد أعطي صمانينة للعالم اعتدالا حسنا للهوى تفضل يا رب مياه النهر في هذه السنة بارك لكي يباركها المسيح إلى هنا ويصعدها كمدبارها ويفرح وجه الأرض ويعولنا نحن البشر ويعطي النجاة للبهائم ويغفر لنا خطايا أصعدك مغفرها كنعمتك فرح وجلا ليروح حقها لتشكر أثمارها أعدها للزرع والحصاد تدبر حياتنا كما يليق بارك إقليم السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرض التي واليتيم والغريب والضيف من أجلنا كلنا نحن الذي المردوك ونطلب اسمك القدوس لأن أعين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن اسمع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد يا
املا قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن ايضا اذ يكن لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزاد في كل عمل شفاء للمرضى راحة للمعزين يا رب إطلاقا للمزيين قبولا للأيتام يا مساعدة للأرامل المتضايق الساقطون قموا بالقيام ثبتهم يا الراقصون اذكرهم المعترفون اقبل اليك اعترافهم يا الذين تابوا عدهم مع مؤمنيك ومؤمنوك عدهم مع شهدائك الذين هنا اجعلهم متشبهين بملائكته ونحن أيضا المدعوين بنعمتك إلى خدمتك ونحن غير مستحقين اقبلنا كن يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل ديارات أبائنا الأرثوذكسيين من أجل خلاص العالم ومدينتنا هذه وسائر المدن والأقاليم والجزائر والأديرة وكل مدينة وكل كورة والقرى وكل زينتها نجنا كلنا من الغلاء والوباء والزلازل والغريق والحريق وسبي البربر ومن سيف الغريق ومن قيام نهار تفضل يا رب أمطر جميع القديسين الذين عرفوك منذ
القديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان وفي الأكثر القديسة المملوءة مجدا العبراء كل حين والدة الإله القديسة والقسيس يوحنا السابق المعمدان والشريف والقسيس الصفاروس أول الشهداء وأول الشمامسة والقسيس مرقس الرسول الصغيري والبصريات القديس صغير والقديس كيرلوس والقديس بارتليوس والقديس غريغوريوس وأبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس والبار أنبا هولا والثلاثة أنبا مقارات القديسين وأبانا أنبا يحنس وأبانا أنبا بشوي وأبوينا القديسين الروميين ماكسيموس وقماديوس والتسع والأربعين شهيدا والقوي القديس أنبوسا وبنى أنبا بقوم أبا الشركة وأبانا أنبا شنود رئيس المتوحدين وأبانا أنبا نفر السائح وأبانا أنبا طموئين المعترف وكل مصاف قديسين هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا أن تزل من أجل اسمك القدوس الذي دعي على يسوع المرضى يا
and
يطهر قلبي في الصوت نمني ونئتي امتن ارفو مذي ان ارفضت ما يئتي انا اني مغو Yeah.
يا من أعطى
ضابط الكل الرب إلهنا. آمين. السلام.
Thank you.
واسلمته عنا على شجرة الصليب المقدسة
بإرادتك وحدك عنا كلنا. أؤمن أن لا توتك لم يفارقنا توتك لحظة واحدة ولا طرفة عين. يعطى عنا خلاصا وفرانا للخطايا حياة أبدية لكل من يتناول به إنه. أؤمن أن هذا هو بالحقيقة Oh.
Yeah.
السماوات والسلام البارك لي
معكم.